مساء الخير، جولة جديدة من جولات اليوم. أهلا بحضراتكم. يمكن كنا بنتابع من يعني الصبح جلسات المؤتمر الاقتصادي وهنتابعها مع حضراتكم في هذه الجولة، ولكن خلونا قبل هذه المتابعة للمؤتمر الاقتصادي في يومه الثاني نروح لخبر مهم حصل النهاردة، وهو قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي استجابة لكثير من الدعوات للقوى السياسية والأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. كل ده طبعا بيأتي استكمالا لدعوة الرئيس بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وأيضا يعني بيلقي كمان بظلاله على دور جلسات الحوار الوطني اللي احنا بنتابعها خلال الفترة السابقة. احنا هاتفيا معانا الكاتب الصحفي أسامة السعيد، وهو من نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. وأهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. حضرتك تابعت هذا الخبر أو هذا القرار إزاي؟ أولا بتأكيد خطوة مهمة بتؤكد أن الدولة المصرية حريصة على مراعاية كل أبنائها، حريصة على الاستجابة لمطالب القوى السياسية والأحزاب المختلفة، تؤكد أن الدولة المصرية ليست في خصومة مع أحد، الدولة المصرية ملتزمة بالقانون، الدولة المصرية تتعامل مع جميع الأطراف وجميع القوى وجميع الشخصيات من خلال منظور قانوني واضح، عندما يتم إحالة أي شخص للقضاء يتم احترام أحكام القضاء، إذا كانت هناك فرصة لاستخدام أدوات قانونية في العفو أو الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا أو المحكوم عليهم في قضايا، فالدولة المصرية أيضا لا تتردد في استخدام هذه الأدوات القانونية وهذه الأدوات المتاحة للدولة المصرية في العفو وفي السماح لكل الأطراف وكل القوى في التعبير عن رأيها والتفاعل الإيجابي. وأنا أعتقد أن هذه خطوة من ضمن خطوات واضحة رأيناها من خلال تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي واحترام القوائم التي قدمتها هذه اللجنة بشكل مستمر والإفراج عن العديد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا أو المحكومين في قضايا، وبالتالي أتصور أيضا أنها تضفي جوا من الارتياح لدى كثير من القوى السياسية، نعم. طيب يمكن وأيضا هذا تؤكد أن يعني الاحترام طيب حقوق الإنسان جزء منها. هذا القرار برضو أكيد له انعكاس على جلسات الحوار الوطني وسير الحوار الوطني. حضرتك بتشوف هيكون شكله إيه على أو تأثير هذا الخبر على جلسات الحوار الوطني؟ أعتقد أنه الكثير أو عدد من المشاركين في الحوار الوطني كان واحد من المطالب هو فكرة التوسع في قوائم العفو والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين على ذمة قضايا. أعتقد أن هذا سيلقي بجو من الارتياح لأنه ده بيؤكد أن الدولة المصرية دولة تستمع وتستجيب لما السياسية والأحزاب المختلفة، أن الدولة المصرية تراعي وتحترم القانون وتستخدم أيضا زي ما قلت الأدوات القانونية المتاحة لتيسير التعامل مع كافة الأطراف. أيضا يؤكد جدية الدولة المصرية في الحوار الوطني والالتزام بمخرجاته والتعاطي الإيجابي مع كل ما يطرح على طاولة النقاش في هذا الحوار الوطني، وأتصور أنه هذه الخطوات بتحظى بتقدير كبير جدا من كل القوى السياسية. شكرا الكاتب الصحفي أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، شكرا لوجودك معنا. معنا كمان النائب محمد عبد العزيز، وهو عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك معنا، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ سارة. طبعا يمكن حضرتك كنت اقرب كمان ليعني تفاصيل وكواليس هذا القرار، يا ريت تدينا يعني احنا وصلنا ازاي لان احنا النهارده شفنا هذا القرار. حقيقه يجب ان نتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استجاب بالفعل لمطالب القوى السياسيه والاحزاب وتنسيق شباب الاحزاب والسياسيين وايضا لجنه العفو الرئاسي التي طالبت بالعفو عن الأستاذ زياد العليمي، ووعد يعني وعدت مؤسسة الرئاسة بالتعامل مع هذا الأمر وصدور هذا القرار وأوفوا بهذا الوعد. ده أمر جدا
استاذ. طيب احنا النائب محمد عبد العزيز عضو لجنه العفو الرئاسي و يعني وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، خلونا نتواصل مره تانية معاه لان احنا فقدنا الاتصال. اول ما نقدر ان احنا نوصله مره تانية اكيد هنكلمه. كل ده كنا بنحاول بس ان احنا نشوف يعني اصداء القرار الرئاسي بالعفو عن زياد العليمي، ويعني شفنا طبعا يعني جهود لجنة العفو وعملها في هذا الموضوع، بنشوف إشادات سياسية بهذا الخبر. بعد شوية هنحاول ان احنا نوصل مرة تانية للنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو مجلس وعضو لجنة العفو الرئاسي.